وما زال هناك صمت عربي مطلع تجاه ما يحاكم في العراق وما يجري في العراق وما يجري بمحاكمة السيد الرئيس صدام حسين. كل هذه الأمور نحن نسجلها اليوم باتجاه موجة احتجاج واضحة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني تجاه كل دول العالم الحر أن تقف مع قضايا العرب ومع قضايا المسلمين ومع قضايا الشعب الفلسطيني.